الكلنا نتذكروا تاريخ 2 مارس 2020 تاريخ أول حالة إصابة كورونا في تونس، وفي وقت قصير وصلنا ل 1830 مصاب، 45 حالة وفاة، إجراءات صارمة. احنا في أول حجر صحي شامل، شوارعنا فارغة، العدو مازال متربس بينا. من الموجة الأولى للموجة الثانية، احنا توا في الموجة الثالثة، ومع كل موجة جديدة سلالة أخطر من اللي قبلها، وكل يوم نفقد عزيز علينا، كل يوم نفقد قريب لينا. اليوم سجلنا أكثر من 1,000,000 مصاب في تونس، وأكثر من 10,000 تونسي توفى. سبيطاراتنا تعبيت، والحل موجود، والتلقيح متوفرة. يكفي أنك تتصل بالأرقام التالية، وإلا ادخل سجل على avax.in والتزم بالتعليمات. التلقيح ضروري يا توانسة، الحل بيدينا وغدوة لينا.